ينهى عن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم حام خاط أم بيكا لأجلها نذر في البرميت ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبان تهدى كان يبقى. وقال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. يعني بعض الناس بخيل هو لا يتصدق ويقول إن حصل هذا الأمر بعيد، يعني شفى الله مريضي أو نجحت في الاختبار أذبح بقرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كابا نيكي كاتين مو أمبي نيك دا كم نان بسن تي قد أن من ممنون جمع بان أي موي تي قد أت بن چين نو تا سمبات بقاتي دو ترى تا بان أي موي هاي بان قد جاب داو بن نير ثوني بن نير ثوني. كأنه يقول يا رب تعطيني أعطيك، لا تعطيني لا أعطيك. بيدوجي قد ها يا الله يا مچا مچا بسن جي الله أو كنيوم أي بأن ميه مو كنيوم نن ثوني كنيوم نن ثوني. فالمسلم لا ينذر نا إسلام من برنيت أكاد